يا هلا مرحبا أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. معلش طولنا عليكم غيبة شوية هالمرة، بس اليوم راح نتكلم عن هاي البلاجينز اللي شايفينها على الشاشة قدامكم، وهم بلاجينز من شركة أبيجي. طبعا البلاجينز اللي راح نشوفهم اليوم هو البولتيك بروجرام إيكولايزر EQP1A والميد رينج إيكولايزر اللي هو MEQ5. في هالحلقة راح نستعرض شلون هاي البلاجينز نقدر نحن نستخدمهم على الدرمز، على الجيتارز، على البيز وعلى الفوكلز. طبعا مثل ما انتم شايفين هاي البلاجينز شكلهم يوحي الى شكل جهاز البولتيك الاي كيو القديم اللي هو اللي كان يستخدم في الخمسينات القرن الماضي، واللي واحده من اهم الخواص اللي يتمتع فيها هي انه هو يعطي طابع التيوب على الصوت اللي طالعه. الحلو هني ان هاي البلاجينز هم الوحيدين المعتمدين بشكل رسمي من شركه بولس تكنولوجي، واللي هي الشركه المخوله حاليا لتصنيع هاي النوع من اجهزه الاي كيو. طبعا الحلو في هاي البلاجينز ان الصوت اللي يعطونا اياه هو يساعدنا في عمل تشكيلة الصوت اللي احنا نبي نوصل له، او اللي هم يسمونه tone shaping، بدون ما تكون هذه التأثيرات قاسية على الصوت نفسه. فخلينا نشوف مع بعض اليوم شلون نقدر نستخدم هاي الإيكيوز على مجموعة من الآلات المختلفة، ونبتدي بالدرمز وخاصة بالكيك درم. اول شيء راح اسويه الحين هو اني راح استخدم هذا البلاجين على صوت الكيك درم. عادة الكيك ممكن انه يكون صوته شوية فلات، او انه يكون مو واضح، او ما يعطينا القوة اللي احنا نبيها. فهني يجي دور هاي البلاجين في انه هو يعطينا قوة في الصوت للكيك درم. خلونا نسمع اول شيء الكيك درم بدون اي شيء ثاني. نسمع الحين. وببتدي طبعا الحين بإضافة هاي البلاجين لصوت الكيك درم. مثل ما لاحظت يمكن ان انا عندي تراكين حق الكيك درم، فانا ببند واحد فيهم وببتدي في الثاني. نسمع تأثير البلاجين، بنسمع الاول قبل وبعد. الحين طبعا قبل، وحين ببتدي اشغل البلاجين واحرك النوبز اللي موجودين قدامي هنا لما اوصل الى مكان أنا يعجبني في صوت الكيك درم نفسه. الحلو في هاي البلاجين أن مثل ما أنتم شايفين الكنترولز اللي فيه جدا جدا بسيطة، ولكن تقدر تعطينا الصوت اللي احنا نبيه. فالبوست هنا هي اني انا ارفع من الترددات اللي منخفضه اللي هي لها علاقه عاده بالبيس. فلو لاحظتوا انا كل ما ارفع اللي هو العداد هنا، كل ما زيد من الرقم، كل ما صوت البيس في الكيك درم صار اعلى. وهاي النوب اللي موجوده هنا او هاي الزر هو عباره عن اني انا اقلل من الترددات الصوتيه، فما عندي إلا خيارين، يا أزيد أو أني أنقص. وهاي الحلو في البلاجين، سهولته هي اللي تخليني ما أعتمد عليه كشكل أو على أزرار أو على هاي، بالعكس خليني أعتمد بس على الصوت اللي أنا قاعد أسمعه من البلاجين نفسه. فبشغله الحين مرة ثانية ولاحظوا الفرق لما أنا أقلل من اللي هو الرقم هذا. ببتدي من الصفر، ببتدي أزيد، لاحظت شلون؟ هاي الحلو فيه هاي البلاجين. على الجهة الثانية هنا بتلاحظون ان انا عندي خيارين ثانيين، البوست والاتينيويشن. الفرق ما بين هاي الاثنين هو ان الاثنين اللي موجودين هنا هم لهم علاقة في الترددات العالية في الاي كيو. فالحلو اللي فيه انه هو مثل ما قلت خلي الموضوع بسيط جدا، اني انا اتحكم بس فيهم، يا ازيد او اني انا انقص من الترددات هذه، واشوف الفرق في الصوت نفسه. في هالجزئية اللي موجودة هنا أقدر أتحكم في اللو فريكونسي والرقم اللي أنا أبي أشتغل عليه ما بين 20 إلى 100 هرتز. فاللي كنتوا تسمعونه قبل شوي كان على تردد 30.
نجرب الحين نسمع البلاجن هذا على صوت البيس ونشوف شلون يعطينا الفرق. نفس البلاجن اللي استخدمته اللي هو الـ EQP1A راح استخدمه أيضا على البيس الحين. نسمع الأول بدون وبعدين ببتدي أجيب البلاجن. بدون مع بدون حين معه أكيد لاحظتوا الصوت بدون البلاجن شلون كان ضعيف وما في قوة، لكن من عقب ما ضفت البلاجن أعطاني القوة اللي أنا بيها في البيس. طيب الحين ننتقل إلى الجيتارز، خلونا نسمع الجيتارز مع هاي البلاجن وبدونها. لاحظت أيضا شلون قاعد يعطينا فرق في صوت الـ EQ على الجيتار، وخاصة هاي صوت التيوب المعروف أعطانا صوت جميل جدا للجيتارز. بتلاحظون أيضا هني في البلاجن في عندنا مجموعة من البريسيتس اللي هما أشياء موجودة أوريدي من قبل الشركة، واختار طبعا الآلة اللي بيستخدم الـ EQ عليها مثل السنير أو على ستيريو ماستر باس. خلونا حين نجرب أن احنا نستخدم هاي البلاجن على صوت الفوكلز. هاي الفوكلز الأول بدون البلوجن. It creeps and crawls and reels me in. حين نجرب نسمعها وراح أغير في البلوجن وإحنا قاعدين نسمع الصوت. It creeps and crawls and reels me in. Sinks its rusty hooks in my skin. نجرب الحين نسمع بدونه. And it creeps and crawls and reels me in. The breathing. وايد وايد صراحة حلو البلاجن على الفوكلز، خاصة إذا عندك فوكلز تبي تخليها أو تعطيها هاي الطابع اللي تحسه شايني شوية، فيه عليها نوع من اللمعة في الصوت، وهاي خاصية التيوب اللي موجودة في هاي النوع من البلاجنز. عشان كذي هاي النوع من البلاجنز كان يستخدم بكثرة في الأغاني اللي كانت موجودة في الخمسينات. البلاجن الثاني اللي هو الـ MEQ5. هاي البلاجن يعتمد على تغيير الميد رينج في الصوت. خلونا نبتدي نسمع الأول على الميكس بس مال الدرامز. ببتدي هنا من الصفر ونسمع الدرامز بدون أي EQ عليهم. اوكي الحين بنشغله ونبتدي نلعب في الـ EQ وتلاحظون شلون راح يكون الصوت.
راح نسمع الحين التراك بدون البلاجن وبعدين بندخل البلاجن معاه. الحين معه بدون هاي الحين اللي سمعتونا كان البلاجن على الماستر باس مال الدرامز. خلونا نجرب نسمع على ماستر باس مال مكان ثاني. نجرب الحين نسمع على ماستر باس مال الجيتارز بدون مع وهاي يا جماعة كان استخدامنا لهاي البلاجينز العجيبين من شركة أبوجي اللي هما EQ1A Program Equalizer والMEQ5 Mid-Range Equalizer. إن شاء الله عجبتكم الحلقة. إذا عندكم أي استفسارات اكتبوا ليها تحت في قسم التعليقات، وعشان تقدرون تشترون هاي البلاجينز راح أخلي رابطهم في وصف هذا الفيديو. أشكركم جميعا على متابعتكم اليوم وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.